زي ما كنت بقول لحضراتكم في بداية الحلقة، كنا بنتكلم عن فكرة هنا الوقاية اللي هي خير من العلاج. شعار مهم جدا وثابت في حياتنا علشان نقدر ان انت او انا او كلنا نعيش بصحة جيدة. هنتكلم النهاردة تحديدا عن كيفية الحفاظ على الصحة وكمان الوقاية من الأمراض والتأكيد على تقوية المناعة. أعتقد ده الملف الأبرز في الفترة اللي احنا كمان بنعيشها مع الفيروسات المختلفة وغيره وغيره. خلينا نرحب بضيفتنا برضو العزيزة الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرال. صباح الفل مرة تانية. صباح الخير يا نهوان، منورانا كالعادة دايما. وبنستنى الفقرة دي علشان نستفيد بالمعلومات المختلفة في الملفات المختلفة حقيقية اللي يعني بنطرحها معاكي. خلينا نتكلم النهاردة لأن الموضوع اللي احنا عايشينه والحالة اللي احنا عايشينها مش بس في مصر، العالم كله، فكرة هنا الاهتمام بالوقاية، فكرة هنا أنا مش عايز أعيا، أنا مش عايز حتى يجيلي برد، أنا عايز أشوف إيه اللي ممكن يتعمل علشان أقدر أحمي نفسي. وكل عيلة عايزة تحمي ولادها، ويعني الموضوع لا مش بسيط. فخلينا نبدأ من النقطة دي. مهم جدا كل البشر يعني بلا استثناء في الأيام اللي احنا عايشين فيها ان احنا نعزز مناعتنا ونقويها، لان تعزيز المناعة ما بقاش حاجة يعني اوبشن، بقى حاجة اتس ماست، يعني حاجة اجباري ان احنا نعزز مناعتنا. كتير مننا بتلاقي بيجيله برد وبيخف وبعديها بشهرين يجيله برد تاني وبيخف ده كده تعرفي على طول ان عنده نقص في المناعة. نقص في المناعة يعني نقص في الفيتامينات، يعني نقص في المعادن. المناعة هي خط الدفاع الأول لمحاربة البكتيريا والفيروسات والخلايا السرطانية. هو الخط الدفاع اللي ربنا خلقه لنا في جسمنا. خلايا الدم البيضة بتمشي في مجرى الدم عشان لو لقت فيروس تهجم عليه، لو لقت بكتيريا تهجم عليها. طيب ايه اللي نقدر نعمله عشان نقوي جهازنا المناعي ويقدر يصد الكلام ده كله؟ لان احنا مش عايزين نعيا اطلاقا في الوقت ده. على قد ما عارفه كل واحد ماشي بالراحه كده جنب الحيط، مفيش يعني مفيش مجال لده ومفيش عازل ده ابدا يعني. ومش مش 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 لازم ان احنا المكمل الغذائي اللي هتكلم عليه ان احنا لما يبقى يجي لنا برد نمشي على الادويه وناخد المكمل الغذائي. احنا ناخده من ساعه ما شافونا دلوقتي. طيب ايه اللي نقدر نعزز المناعه بايه؟ بالفيتامينات والمعادن، بقلب مالتي فيت اللي هتكلم عليه. اكيد لازم ننام كويس مع الاكل الصحي مع الرياضه. طيب اشمعنى قلب مالتي فيت اللي بتكلم عنه؟ لانه الحقيقه هو مختلف ومنفرد عن كل المكملات الغذائيه. ليه بالنسبه لي ليه الافضليه؟ لانك انت عايزه عشان تعززي مناعتك محتاجه يوميا سبلمنت بفيتامين سي. فيتامين سي موجود داخل ألب مالتي فيت اللي مرخص من هيئة سلامة الغذاء، اللي موجود في جميع الصيدليات وده أمان. فأنا عندي فيتامين سي بيعزز لي جدا المناعة، عندي فيتامين إي بيعزز المناعة، فيتامين إي لأنه مضاد للأكسدة، من أقوى الفيتامينات اللي ربنا خلقها على وجه الأرض هو فيتامين إي. أيوة. فيتامين إي ضد الأكسدة. طب يعني إيه أكسدة؟ يعني احنا كلنا بيحصل لنا اكسده من الاكل اللي مش صحي، اكيد الزيوت النباتيه اللي بنقلي بيها، كل دي بتطلع لي خلايا شرده في الجسم وبتعمل لي التهابات، فلازم اقلل الالتهابات بقدر الامكان. عندي داخل ألب مالتي فيت كنا شايفين الكبسوله، بان الكبسوله اللي موجوده بتديكي كل الفيتامينات اللي موجوده. من اهم فيتامينات المناعه عندي الكوبالامين او فيتامين بي 12 داخل ألب مالتي فيت اللي بيدعم لي جدا كرات الدم الحمراء. لازم اظبط الليكوسايتس اللي هي كرات الدم البيضاء مع كرات الدم الحمراء عشان ما عانيش من انيميا. اوكي. الانيميا وفقر الدم ومخزون الحديد قليل اكيد مناعتي هتتاثر بشكل كبير. فالكوبالامين والفوليك اسيد، الفوليك اسيد من عائله فيتامين بي كومبلكس اللي هو فيتامين بي 9، مهم جدا جدا. انا مش عندي بس ده، انا عندي الثيامين وعندي رايبوبلافين، كل الحاجات دي مهمه لصحه اعصابنا ولصحه معناعتنا. عندي بيوتين داخل ألب مالتي فيت مهم جدا برضو من عائله بي كومبلكس، مهم للمناعه ومهم لصحه شعري وضوافري. عندي الكالسيوم مهم جدا اكيد لعظمنا ولصحه عظمنا، وعندي الكابر النحاس مهم الحقيقه لكذا حاجه، مهم جدا للشعر الكابر، ومهم ان خلايا الدم الحمراء تلاقي الحديد. الحديد صعب الامتصاص جدا، بيمتص عن طريق فيتامين سي، والنحاس اللي موجود في ألب مالتي فيت
والنحاس اللي موجود في قلب مالتي فيت بيساعد على ان الار بي سيز او كرات الدم الحمراء تلاقي الحديد الحقيقه. كويس.